ومن الألفاظ الشائعة عند بعض الرياضيين ويكتبونها عبارات تحث على الرياضة، ولا شك أن الرياضة مفيدة إذا خلت من المحظورات الشرعية، أنهم يقولون العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، ليس على إطلاقه. فالمنافقون كما قال جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ومع ذلك لا عقول لهم. قال عز وجل: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فإذا هذه الكلمة ليست على إطلاقها، القول العقل السليم في الجسم السليم ليس قولا صوابا على إطلاقه، مع اتفاقنا على أن الرياضة مفيدة ومهمة جدا إذا انضبطت بالضوابط الشرعية.